السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم اليوم إن شاء الله سنقوم بمراقبة الأولى في الرياضيات المستوى الأول الابتدائي الفرد الأول في الدورة الأولى السؤال الأول أصل بخط العدد بالمعدود المناسب له لنحسب واحد اثنان الى الرقم إثنان؟ هنا نصل، واحد، إثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمسة، لدينا واحد، نربطه بالرقم واحد، ثم لدينا واحد، إثنان، ثلاث موزات، ثلاثة، ثم نحسب عدد الأقلام. واحد اثنان ثلاثة أربعة نربطه بالرقم، أربعة، ثانيا ألون بالأحمر العنصر الأصغر، إذا لاحظوا معي جيدا العنصر الأصغر هو هذا الفيل الأصغر هنا، إذا نلونه بالأحمر. نمر إلى السؤال التالت، أقارن بإستعمال الرمز أكبر أصغر أو يساوي خمسة وثلاثة، من الأكبر؟ الأكبر هو خمسة، لدينا واحد زائد أربعة، واحد زائد أربعة كم يساوي؟ يساوي خمسة، إذا واحد زائد أربعة وخمسة العددان. متساويان حدنا واحد وثلاثة من الأكبر واحد أم ثلاثة ثلاثة هي الأكبر أربعة واثنان من الأكبر اثنان عفواً أربعة هي الأكبر رابعاً اكمل رسم الأقراص أو كتابة الأعداد لدينا هنا الرقم اربعه اذا نحسب واحد اثنان ثلاثه اربعه نحسب هنا واحد اثنان ونكتب الرقم اثنان لدينا هنا ثلاثه نكتب واحد اثنان وثلاثه السؤال الخامس ورتبوا الأعداد التالية من الأصغر إلى الأكبر إذن يعني سنبدأ بأصغر عدد أصغر عدد هنا واحد بعده اثنان ثم ثلاثة وفي الأخير أربعة حصة اليوم اشتملت على تدريب للفرد الأول للمستوى الأول في مادة الرياضيات بالتوفيق